تهريب اكو طبعًا. النفط الاسود المؤكسد باتفاق اقتصاديات كامله. شلون يعني؟ كل الاقتصاديات قعدت. شلون؟ كل اقتصاديات الاحزاب قعدت وقسمتها بالعراق كامله ليس كل البصره. كل الاقصى نعم نعم. كل اقتصاديات الاحزاب؟ نعم نعم نعم. اجتمعوا سوا وقعدوا؟ قعدوا. هذا النفط الاسود يا سيد العزيز يباع بالسعر المدعوم. ولو تجي مثل ما قال سياده النائب لو نجي نحاسب المعالج منه او لا لا بس ما عبر هاي ما عبر هاي ما تفضل. بس انا خليتني اتخيل انه جماعه الاحزاب السياسيه كلهم عندهم اقتصاديات قعدوا سوا قالوا يابا احنا لازم نتفق على انه نهرب. نعم. شلون هاي فهمني اياها. ليش افهمك اياها؟ شلون عايشين؟ لا لازم تفهمني اياها. انا افهمك اياها. هاي العمليه شوف انت النفط كان قبل ينطون النفط الاسود ينطون للناقلات النفط العراقيه بالبصره تبيعه تستفاد منه حتى تصرف على نفسها. اوكي قرار قبل يمكن قبل سنتين اذا انا مو غلطان. اوكي اقرت وزاره النفط في نهايه حكومه الكاظمي في زمن سادة حسان او من خلص من عده بانه هذا النفط يا سيدي العزيز يوزع على الصناعه العراقيه. كلمه توزيعه على الصناعه العراقيه زين خلي نجي نبوع باوع كم معمل ياخذه بالقصه مالته وش ينتج. من تجي تحسب هذه من هذه راح تشوف هذه الكميات الزايده اللي بكل اسف بكل سهوله انا اقدر اراقبها لو بس اشتري برنامج من الانترنت اباوع على خارطه العراق هاي الجميله واتبع الطرق راح اشوف كل البراميل زين والتنكرات اللي تطلع. بس احنا هذا الفكر في الاداره ما نريد نوصل.